فعلى الرغم من كون الفنانة الراحلة نهد الشريف بتتميز ببراعتها في التمثيل ودي حاجة أشاد بها النقاد، إلا أنها كانت بتقدم أدوار الإغراء والتعري في الكثير من الأفلام السينمائية. اتولدت نهد الشريف 1 يناير سنة 1942 في محافظة بني سويف، وعاشت حياة قاسية مع عيلتها، وماتت أمها يوم زفاف أختها الكبيرة، وده أصابها بصدمة فضلت فترة كبيرة تعاني منها، وتوفى أبوها بعد سنتين من وفاة أمها، وده دفعها للاتجاه للشهرة والأضواء لتجاوز أزماتها السيئة. اتأثرت الأعمال الفنية الأولى لنهد الشريف بشخصيتها الحقيقية، واشتهرت في الفترة دي بالفتاة المغلوبة على أمرها اللي بتعيش أزمة في حياتها. بعد كده اكتشفها المخرج حسين حلمي المهندس واتجوزت منه. قدم المخرج الراحل حسين حلمي زوجته الفنانة نهد الشريف في العديد من الأفلام، وكانت أول بطولة ليها في فيلم أنا وبناتي سنة 1961، واتولد بعدها العديد من الأفلام السينمائية زي رجف وصفيح ساخن وشهر عسل بدون إزعاج وبيت الطالبات.